وبهذه المناسبة يسرنا يكون معنا عبر الهاتف العقيد ركن بحري سمير أحمد شويطر، رئيس المؤسسة الاستهلاكية الاقتصادية العسكرية. مساء الخير عقيد سمير. مساء النور، حياكم الله. عقيد سمير، يعني كما هو معروف يعني شاركت قوى الدفاع البحرين في مهام تقديم العديد من المساعدات الإنسانية والإغاثية يعني على المستوى الخارجي. بودنا لو تحدثنا أكثر عن هذه المهام التي اطلعت بها قوى الدفاع البحرين. أول ما ابتدي أتقدم إلى مقام خطر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى لقوى الدفاع البحرين حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى لقوى الدفاع البحرين، وإلى صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوى الدفاع البحرين، وإلى سعادة الفريق الركن دياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، وإلى كافة منتسبي قوى الدفاع البحرين من ضباط وضباط صف وأفراد بمناسبة احتفال قوى الدفاع البحرين بالذكرى 50 لتأسيسها من الفداء والعطاء. نعم. أما فيما يخص المشاركات والمساعدات الإنسانية لقوى الدفاع البحرين، ففي الفترة الأخيرة شاركت قوى الدفاع البحرين في العديد من المساهمات في تقديم المساعدات الإنسانية، وكانت أكبر عملية قامت بها في عملية إعادة الأمل، حيث قامت بتوجيهات من القيادة العامة المسؤولين بالقيادة العامة توفير المساعدات للأخوة في اليمن عن طريق توفير 37 حاوية، ما هو مجموعها 910 طن، وهي أكبر عملية إغاثة على مستوى المملكة، والتي كانت تحتوي على مواد طبية ومواد تموينية أساسية وخيام ميدانية، وذلك بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية والأخوة اللي هناك. كان لي الشرف أني أكون من ضمن الأفراد اللي استلموا ووزعوا المواد التموينية على المعتازين وعلى الأخوة اللي كانوا متواجدين في جيبوتي في ذيك الفترة في 2015. وكان في مساهمة كبيرة من الأخوة الجماعة في السلاح البحرية عن طريق صبحة. نعم. العقيد ركن بحري سمير أحمد شويطر، رئيس المؤسسة الاستهلاكية الاقتصادية العسكرية، شكرا جزيلا لك.